إن الله سميع عليم. من رحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرات السيدات والسادة. إنه لشرف عظيم أن أكون وسط نخبة من علمائنا الأجلاء في هذه الأجواء الرمضانية المباركة. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بأساتذتنا الكرام الذين استجابوا مشكورين للمساهمة في أشغال هذه الندوة. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين. ودعا الإسلام الناس جميعا إلى الدخول في السلم كافة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سجلت لنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، تعتبر دولتنا والتعايش التي نفتقدها ربما محليا ووطنيا كما نفتقدها على الصعيد الدولي، وشاهد على ذلك هذه الأحداث الدامية التي عشناها مع نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، ما سمي بالأرهاب والتفجيرات إلى غير ذلك. أولا أتوجه كلمة شكر إلى اللجنة المنظمة لجامعة طنجة التي نظمت هذه الأمسية الرمضانية الجميلة والطريفة في موضوع مهم جدا يتعلق بالمغرب، موطن للتسامح والتعايش الديني والثقافي، وهي مشكورة على هذه المبادرة الثقافية والعلمية التي عشناها هذه الليلة ليالي رمضان. وأعتقد أنها حاجة ملحة لمثل هذه اللقاءات، خاصة وأنها تناقش موضوع من المواضيع المهمة جدا المتعلقة بموضوع التعايش، خاصة وأن المغرب يمثل حالة استثنائية ونموذجا خاصا ومتميزا في موضوع التعايش، ليس فقط في المرحلة المعاصرة والراهنة وإنما في الفترة الحديثة والتاريخ الوسيط والقديم. فالطوائف اليهودية مثلا التي كانت هي أكبر طائفة غير مسلمة موجودة في المغرب كانت لها حقوق ولها واجبات، وكانت تعيش في كل المدن المغربية وكانت تتمتع بكل الحقوق، وهذا طبيعة الحال هذه الأمور ضمنها الإسلام وضمنها أيضا ضمنتها الثقافة الإسلامية التي تشبع بها المسلمون في المغرب، وبالتالي احترموا اليهود والمشاعر اليهود، وبالتالي حتى اليهود كانوا يحترمون المشاعر المسلمين. هذه التجربة الفريدة من نوعها هي بحاجة إلى الدرس، بحاجة إلى الاهتمام والعناية والتدريس في المدارس المغربية، على اعتبار أن الإسلام هو دين عالمي، دين متسامح، دين الرحمة، وبالتالي يجب أن نبني سلوكنا على هذه القيم التي جاء بها الإسلام في تعاملنا مع غير اليهود. ولازالت الذاكرة الجماعية للأجداد وللآباء التي تحتفظ بذكريات جميلة مع اليهود، مثل ما أن اليهود أيضا يحتفظ ذكريات جميلة عن المغرب وعن المغاربة، فهذه أمور ذات قيمة كبيرة يجب أن نستثمرها في واقعنا الراهن وفي واقعنا الحالي من أجل تنمية ثقافة التعايش والتسامح داخل المجتمع المغربي. أخذتني إلى البيت وبقتني ومنعتني من الخروج لمدة أسبوع لأنني لم أحترم مشاعر وشعائر المسلمين، وعندما سمحتني بالخروج والمقاتلة. إذن هذه فكرة شهر مبارك سعيد. كما شفتي اليوم كانت اليوم الندوة الأولى اللي غتنظم ضمن الندوات اللي غتنظم في هذا الشهر المبارك، وهذه بادرة جامعة طنجة، وكنتمنوا على الله اللي غتكون واحد الاستمرارية ماشي في شهر رمضان على طول السنة، تكون واحد العادة اللي غتنظم بزاف ديال الندوات المبرمجة. كما عرفتي مرينا واحد السنتين ديال الجائحة اللي كان فيها كاين شي ندوات كنظام كنبزاف الأنشطة ما كانش، وكيما لاحظتي اليوم الساكنة ولا الناس الحضور اللي كان مكتاف واللي بقاو حتى لآخر لحظة في الندوة، هذا كيدل على أنه كاين واحد الشغف كبير الساكنة بهاد الأنشطة هكاكا. وأنا بهذا المنظر اللي كنقول لنا الساكنة بطنجة أن حنا المجهود ديالنا الكبير باش نكتفوا بهاد الندوات على طول السنة يدير واحد البرنامج ثقافي لمدينة طنجة. وشكرا. أنا أصيب معه. المغرب كان ولا يزال قيادة وشعبا نموذجا ملهما في رعاية الحقوق الدينية لكل مكونات المجتمع، ورعايا وراعيا برصيده الثقافي
الغني بالتسامح والتعايش بين أفراد الأمة الشعوب والحضارات. فلقد عرف بلدنا نماذج حضارية متميزة في مجال التساكن وتفاعل المسلمين مع هذه الديانات السماوية الأخرى. بدل النزاع وإيمانه بهذا المبدأ يتضح من خلال طبيعة التساكن الذي عاش فيه المغرب وكذلك المغاربة قاطبة على أساس قاعدة مشتركة تجمعنا: الدين لله والوطن للجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.